حقوق الإنسان. حقوق الإنسان إحنا بنعيد تعريفها. الحق في الحلم ده ما أعتقدش كان موجود. الحق في الحياة ضرورة. الكيل بمكيالين في المنظمات الخارجية للحكم على مصر. المعارضة بدون تقديم حلول فدي معارضة كموفلاش. والحق في التعبير عن الرأي حق. إحنا ما عندناش حاجة نخجل إن إحنا نقولها ولا نخاف منها أبدا. إحنا بنقود بلادنا بالأمانة والشرف والعزة. مصر ما فيهاش حقوق تعبير عن رأي ما يعرفش أساسا بقى حقوق. في حقوق كتير قوي 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 قوي. الحق في المسكن والمأكل والمشرب والصحة والتعليم ده الأساس. أنا بقول لك كلام وأنا مسؤول عنه. إحنا عندنا طرق وكباري ما تعملتش في مصر من أيام خديوي إسماعيل. في حقوق إنسان أغفلناها وبدأنا نركز في حقوق إنسان تانية خالص. إحنا بنعمل إصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي وإصلاح سياسي وإصلاح ديني. مهم جدا أنه أساسا نصنف حقوق إيه هي. أنا لما أقول أن أنا بطالب بحريتي أو بطالب بالتعبير عن الرأي أبنيها على أساس سليم. القنوات اللي بتبص من خارج مصر الناس دي باعت نفسها. كل الحاجات موجهة هجوما على مصر. حقوق الإنسان إحنا بنعيد تعريفها. في اهتمام بطبقات من المناطق الأكثر احتياجا أو المناطق الخطرة إن هم يبقى عندهم حق المسكن. المحاولات اللي بيتم تسليط الضوء عليها بشكل فج وبشكل يصدر الإحباط. لازم أسأل هنا مين المستفيد؟ في بعض المنظمات بنرفض وجودها وبنرفض دخولها وده جزء من السيادة المصرية. وأنا بأحيي صانع القرار إن هو بيرفض المنظمات دي. أنا هتكلم عن الحريات. ما عنديش معتقد أنا كل ما موجود إما على ذمة قضية أو في قانون تم اتخاذه أو في السوشيال ميديا اكتب بوست ضد أو تعترض على إجراء من إجراءات الحكومة وأنا هكتب بوست تاني مؤيد للحكومة في أي حاجة. مين مننا هيتهاجم؟ ما نبقاش بعاد عن اللي حصل في المنطقة قبل كده. فكرة تصدير المشهد من منظمة دولية إن هي تقعد تقول لك مصر مصر مصر، أنت ليه ما بتبقاش المنصف العادل أما بتيجي تتناول القضية مثلا في سيناء؟ أنا بنتمي لحزب التجمع. لدينا نائب في البرلمان الدكتور سيد عبد العال وهو نائب معين من قبل رئيس الجمهورية. رفض الموازنة العامة للحكومة على مدار الخمس سنوات. رفض منح الجنسية لغير المصريين وده كان بشكل معلن داخل البرلمان. وهنا دي اللي بنقول عليها التدرج في بناء الديمقراطية. آراء الناس أمر وهدم الدولة أمر تاني.